show me the light. نرحب بكم فردا فردا على المسرح على المدرجات. مفروض نرحب بكم على مرحب الجمهور. ما انتم ترحبكم لازم يكون خاص ومباشر ما بيني وبينكم. دونك نحب نرحب بكم ونقول لكم اليوم شرفتوني بحضوركم وبهذا العدد الهام اللي يشرفني خليني اعتز انه انا كما قلت بلا تونسي امام صحافتنا الموقرة وامام الجمهور اللي كان اليوم صبور جدا ومتفاعل جدا وفاجأني بصراحة. انا خفت معناها السخانة، خفت من المطر، خفت من انه ما يتحملش السوايع عدومة، لكن صراحة يعني أسعدني بحضوره وبحضوركم أنتم زاد كيف. مبروك نجي حفلك اليوم. عايشك بارك فيك، عايش سهرة من العمر اليوم. كنت كريم برشا مع الجمهور زيد. هذاك أقل شيء ممكن نقدمه للناس هذوما اللي جاوا من القايلة. دونك يلزمني نكون سخي معاهم، لازم نكون نعطيهم كل شيء ونقدم معناها لو ماكسيموم اللي عندي وما نحاولش أني ندخر أي مجهود. والناس الكل حتى الأولاد حتى الفرقة زاد كيف. دونك الحفلة تعديت حلوة برشا الحمد لله والناس الكل فرحانة. أشياء يعني المال للسلطان يتحكم في الإنسان صنع الليال وانتغال لا غير المال معلاج حتى الصوت واللي ذي به الحال على شموت على شموت يا صالح ما تنساش صيد الريم وحال يمشي بلاد يا صياد يا ظالم ما تنساش صيد الريم وحال يمشي بلاد يا زمان مهما كان الحق يبان يا ابنائي اللي ضايع